دكتور تاج، أخيرا كثير من الأخبار في الفترة الأخيرة عن استيراد مصر لبعض الأدوية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وأدوية أخرى لعلاج فيروس كورونا. الوضع بخصوص هذه الأدوية يا فندم؟ هي نفس الأدوية يا فندم، هي نفس الأدوية، إنما بيتكلموا على الآتي، ودي كلها تجارب إكلينيكية وإحنا بندرسها جيدا، واحنا عارفين هذه الادويه. ويمكن بقول لك خبر حضرتك، احد هذه الادويه احنا خدنا تصريح من الشركه المنتجه ان هي عارف كم شركه مصريه هتنتجه او بدات تنتجه فعلا 14 شركه. طب ده يعني ايه يا فندم؟ انه في دواء من هذه الادويه يا فندم هيصنع هنا؟ 14 دواء، 14 شركه هتصنعه في مصر. عظيم يعني جدا. خدنا تصريح من الشركه المنتجه للشركه الاصليه اللي هي شركه فايزر ان احنا نصنعه في مصر. لا، ميرك. في عندنا ميرك بتعمل وفايزر بتعمل وفي شركه ثالثه يمكن بتعمل استرازينيكا. فهذه الادويه عشان بس اقول لحاجة، عشان برضو نحط في اعتبارنا الادويه دي لسه تصريح امرجنسي اللي هو طوارئ. وشركه وهيئه الدواء المصريه هتصنعه هتصرح دي, دي ادويه وقائيه يا فندم ولا ادويه علاجيه؟ هي اصلا بتتاخد للحالات البسيطه الى متوسطه. احنا عندنا حالات يا بسيطه يا متوسطه يا شديده يا شديده جدا. التجارب الكلينيكيه السريريه اثبتت ان ما لهاش دور في الحاجات الشديده. يبقى احنا بنديه في الحاجات البسيطه بس. ايه بقى؟ لان طبعا انتوا سيادتكم عارفين ان 85% من الحالات حالات بسيطه وبتعالج بالادويه التقليديه الوقائيه اللي هي بتقلل من حده المرض. انما دي ادويه بتعالج الحاجات البسيطه مشروطه انها تكون مصاحبه المريض، يعني اللي هياخد الدواء باحدى الحاجات الامراض الاخرى. يعني يكون مريض عنده كورونا وعنده مثلا ضغط، او مريض وعنده ضغط وعنده سكر، فانت بتدي له الدواء ده عشان قد يقلل قد من نسبه دخول المستشفى او الوفاه. ده خبر مهم جدا الحقيقه يا فندم. الثاني المهم جدا عشان اكون جاوبت عليه، حضرتك بتقول هي وقائيه ولا علاجيه؟ هي انتي فايروس، يعني ضد الفيروس. انما هم بداوا يتكلموا يقول لك طب ما نديه كمان للمخالطين عشان ما جالهمش. كل ده لسه خاضع، عشان ما يبقاش قرار نهائي، خاضع للتجربه الاكلينيكيه التي تؤكد هل فعلا. خلي بال سيادتك ان كل حاجه في الدنيا، كل دواء له اثار جانبيه. بالتاكيد. فاحنا بنختار المريض المناسب اللي الحاله محتاجه فعلا ياخد الدواء. هل تسويقيا هم عايزين يدوه للمخالطين ولا لا؟ لازم نقارن المخالطين دول اللي خدوا الدواء هل في تاثير ولا لا، عشان ما يبقاش في ابيوز لهذه الادويه، سوء استخدام. طبعا يا فندم هي خطوه مهمه، وفكره التصنيع هنا في مصر يعني خطوه ايجابيه جدا وبتعكس مدى التطور اللي حصل في مجال الصناعات الدوائيه هنا في مصر. مش عايز اقول لك حاجه يا استاذه جمانة. اتفضل. يعني الفتره اللي فاتت بتاعت الجائحه على مدى السنتين، شركات الدواء في مصر، ال 152 مصنع الذي يصنع الدواء في مصر، لعبت دور كبير جدا في ان كل الادويه اللي احتجناها خلال موسم كورونا كانت بتصنع في مصر. عظيم. واحنا عالميا او قانون الحمايه الملكيه الفكريه بيدينا الحق ويدي كل الدول الحق في عند وجود جائحه انك تقدري تصنعي هذه الادويه. فالحمد لله نتج عن هذا ان تقريبا 95% من الادويه اللي احتجناها كانت تنتج محليا وبوفره. فدي نقطه كلنا لمسنا ده يا فندم، لانه بالفعل ما حسيناش باي نقص في الادويه، حتى في الفتره بسيطه جدا ابتدى الناس تتكلم عن في ادويه ناقصه في السوق، الدوله وفرتها فورا واتخذت كمان اجراءات ضد الصيدليات او ضد من يحتكر الادويه بشكل كبير.